قد يكون الظفر بعمل في أيامنا هذه تحدياً كبيراً، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تعرف حركة ونشاطاً في فصل الخريف والشتاء، تماشياً مع موسم جني التمور، والتي تعد مصدر دخل لمعظم الشباب. أما فصل الصيف فيعتبر كابوساً حقيقياً لمن هم بدون وظيفة أو دخل ثابت. عبد الباسط إبراهيمي نموذج للشاب الذي تحدى الظروف وفكر في تأسيس مشروع صغير يقدم خدمات لساكنة المنطقة ويدر عليه بمدخول يعيل أسرته ويسد حاجياته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الباسط إبراهيمي من بلدية الدوسن ولاية ولاد جلال. يا مراحب بالجميع، وأسعد الله أوقات الجميع. نخدمه شاي المراحب لهذه البلدة هذه ما شاء الله. عدنا الصباح، نوض الصباح مثال، نروح نشري النعناع، نروح نشري التاي، ومن بعد العشوة هذيك كما نقولوا إحنا مع الثلاثة، والله مع ثلاثة نروح نطيب التاي ونوجدوا. ثم بعد صلاة العصر شاي المراحب راه يعود وجد. ومرحبا بالجميع. المشروع هذا الأسرة تاعنا بنسرزقوا منه، يعني المعيشة صعيبة والحال صعيب ياسر. لقينا الفكرة هذه تاع الشاي هذه درناها، وانا راني كنت خدام بكري في مقهى ونعرف نطيب التاي، نفهم له مليح، لانني ما لقيتش واش ندير. الخدمة يعني فرص الخدمة شوية كعد واحد مش مستوى شوية مش قاري ولا كذا، الحالة الاجتماعية شوية تعبانة ولا كذا. درنا هذا المشروع تاع شاي المراحب، وراه مستفادة منه هذه القرية هذه، ونخدموا الأفراح والزنجات. عندك الزنجات مديرين سومة تحت النص سومة، وإن شاء الله ربي لي يوريكم حزن وربي يوريكم لخل الأفراح إن شاء الله. إن شاء الله ربي لي يوريكم حزن وربي يوريكم لخل الأفراح إن شاء الله. هذا شيء المراحب راه تجي من البسباس، الشعيبة، بير النعام، ولاد جلال، سيدي خالد، ومشكور عبد الباسط. خويا رانا نجول هون لعبد الباسط إبراهيمي، دير لنا البوتيك هذه تاع التاي. التاي ما شاء الله الناس راه تقصد فيه من بعيد ومن قريب. ومرحبا بالجميع والسلام عليكم. مهما كانت الظروف المحيطة بنا صعبة وقاسية، فيجب علينا التفكير بطريقة مختلفة أحياناً، فلا تدري أي الطرق اختارها الله تعالى لك ليرزقنا بها رزقاً حلالاً طيباً.